ازرع نبتة تبني حياة. حبيت انه يبقى مكان للاستجمام. الشتاء مشكلته كلها بتبقى في الرطوبة. بنستعمل الحاجات كلها على التدوير، ده مثلا مواسير عادية بتاعت المايه. عن احسن حاجة تديك احساس بالراحة النفسية. في ناس بتستخدم المحاليل بيضة بالسودة زي التانية. تخطيطها بكياس. تقدر تستفاد من مساحة سطحك أو أي مساحة خالية حواليك بزراعتك وتحسن دخلك وتفيد بيئتك. للتواصل زوروا صفحتنا على الفيسبوك نبتة. ازرع نبتة تبني حياة. يلا يا دي حدوتة هاتينا كوباية الشاي عشان نبدأ نشرتنا النهاردة. جاءنا البيان التالي. امتلى سطح المواطن احمد بيومي البالغ مساحته 100 متر مربع بمساحات خضراء من النعناع الذي عود عليه بدخل شهري 5000 جنيه. امال لو زرع بطاطس عود عليه بكام يا عم؟ من عدم لمؤاخذه. بينما حققت المواطنه اخت احمد بيومي، دي عيلة بيومي كلها بتزرع ولا ايه؟ الاكتفاء الذاتي بشجره الاخطبوط اللي هي شجره الليمون عشان محدش يسالنا كتير، وبتبيعوا لجرامها ب 30 جنيه كيلو. واخدين بالكم معايا؟ تقدر تستفاد من مساحة سطحك أو أي مساحة خالية حواليك بزراعتك وتحسن دخلك وتفيد بيئتك. للتواصل زوروا صفحتنا على الفيسبوك نبتة. ازرع نبتة تبني حياة. يا سلام لو كان عندك خضار وفاكهة طبيعية من غير كيماويات ومن جوه بيتك. عندك مثلا أكلة زي المحشي 3 ارباعها خضار
بدنجان، طماطم، بقدونس، كرنب، بصل، كل ده وأكتر تقدري تزرعيه فوق سطحك أو في أي مساحة فاضية حوالين بيتك. لو عايزة تعرفي تفاصيل أكتر عن حملة نبتة، زوري صفحتنا على الفيسبوك نبتة أو كلمينا على 19519. ماجي حبيب، ازرع نبتة تبني حياة.